مصدرون جزائريون يستحسنون التسهيلات التي أضحى يوفرها قطاع الجمارك لضمان وصول المنتوج الجزائري نحو السوق الأجنبية، رغم بعض الصعوبات المتعلقة أساساً بتكلفة النقل، وهي نفس الصعوبات التي تواجه المصدرين عبر الكثير من دول العالم. تعليمات أعطيت لمصالحنا الخارجية للعمل 24 ساعة على 24 ساعة للقيام بعمليات التصدير. نسعى أيضا إلى تحقيق جمارك جوارية من خلال التقرب إلى المتعاملين الاقتصاديين، بحيث الآن المديرية العامة أعطت تعليمات لمصالحها للمصالح الجمارك هي التي تنتقل إلى مكان القيام أو إلى مخازن ومحلات المتعامل الاقتصادي. تبسيط إجراءات التصدير، السرعة في معالجة الملفات والتقرب أكثر من المصدرين هي حزمة الإجراءات التي وضعتها الجمارك الجزائرية للرفع من تنافسية المؤسسات الاقتصادية في ولوج السوق الأجنبية. عندنا هذه التسهيلات في الميدان الحمد لله، دار الجمارك وما زالت ترافق. كان مشكل لان حدا طوك اون دو تيران نحسوه اللي هو لي سيرفيس بورتويير وطول النقل كما الكل على باله يجي غالي شويه. الان تسهيلات كبار ولاو دي زون فرونش، ولاو بايزم واحد يدير ليكسبور ينجم في المعمل تاعو الديواني يجي عنده يكونترولي السلعه يكونترولي الكونتينر تاعو، دونك تسهيلات كبار كما صاير في العالم كامل. ان شاء الله يا ربي في القانون الجديد تاع الاستثمار هذا ان شاء الله مسيو البريزيدون اللي يحكي عليه الله يبارك خليك فوالا يفا كونسوير ان شاء الله بيانتو لي زون اندستريال جاهزين. كيعودوا جاهزين اوتوماتيكمون اون فا انكوراجي لانفيستيسمون لو ماكسيموم دانفيستيسور يوليو يصنعوا، كي نصنعوا كثير نخرجوا اكسبورتيو كثير. مرافقة الدولة للمصدرين الجزائريين يندرج ضمن مسعى تشجيع المنتوج الجزائري على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني والعمل على الرفع من الإيرادات خارج قطاع المحروقات.